حاول بس الثلاث اشكال دول في السيركل، لو جاب لي الشكل ده قول لي هات لي برمتر اوف فيجر. هو برمتر اوف فيجر يعني ايه؟ يعني انا لما الف حوالين الفيجر بتاعنا ده يعني المفروض طوله يطلع كام؟ يعني معناه انت عايز مني، عايز مني ده الخط ده طوله كام؟ وعايز مني الخط اللي هو ده طوله كام؟ يطلع البرمتر بتاعنا. طب بالنسبه للخط ده مفيش مشكله، ده 7 يبقى ده 7، 7 بلس 7 يبقى ده طوله 14. طب بالنسبه للكيرف ده، الكيرف ده واخد نص سيركل. طيب طب ما هو السيركونفرنس بتاع السيركل الكامله 2 باي ار، لو سيركل كامل ده نص سيركل يبقى نعمل تايمز هاف. طيب يبقى هاف تايمز 2 طبعا هيتكنسلوا مع بعض، يعني هاف تايمز 2 هيتكنسلوا مع بعض يبقى كانها باي ار. طب ما هو الباي بكام؟ الباي ب 22 اوفر 7، هيكون هو مداني بقى ب 22 اوفر 7 جنب المساله. تايمز الار اللي هو بكام؟ ب 7. طب لو انا حسبت دي هيطلع الاجابه 22. يبقى معنى كده ان الخط ده بتاع السيركل ده طوله 22 وده طوله 14. يبقى انت عايز تجيب البريمتر اوف فيجر كانك هتعمل 22 بلس 14 يطلع 36 سنتيمتر. طيب لو جينا على الشكل ده، الشكل ده بيتكون من ايه؟ من الخط ده 7 وده 7 والارك اللي هو ده. طيب الخط ده 7 اهو والتاني ده 7. طب الارك دون، الارك دون عباره عن ربع سيركل. طب ربع سيركل هحسبه ازاي؟ اه السيركل الكامله 2 باي ار، هو ربع يبقى نعمل تايمز كوارتر، ممكن احسبه على جنب كده. طيب يبقى كاني بعمل كوارتر تايمز 2 تايمز باي اللي هي 22 اوفر 7 تايمز ار اللي هي 7. ايه اللي هيحصل؟ هيديني في الاخر ده تتكنسل مع دي هيطلع 11 سنتيمتر. يعني من الاخر كان ده كله 7 وده كله 7 وده كله 11. طب ما انا لو جمعتهم هيديني ايه؟ 19 سنتيمتر. لان البريمتر بعمل بلس. طيب ساعات يجيب لي شكل زي ده ويقول لي ايه؟ هات لي الاريا اوف شيدد بارت. الاريا اوف شيدد بارت هو مديني تو سيركلز جوه بعض. طب السيركل الاولى بيقول لي الريديوس بتاع 7 ماشي، السيركل الكبيره الريديوس بتاع 14 يعني قلنا كده مش 14. طب ما انا كل ما علي اجيب الاريا بتاع السيركل الكبير والاريا بتاع السيركل الصغيره ونعملهم ماينس بعض، خلاص انا كده جبت الشيدد بارت. طب الاريا بتاع السيركل الكبيره المفروض ان هي يعني باي ار باور 2. طب الار بتاعك كام؟ الباي ب 22 اوفر 7 والريديوس بتاعك 14 باور 2. طيب ماينس الاريا بتاع السيركل الصغيره 22 اوفر 7 باي ار باور 2 تايمز 7 باور 2. طيب هو حاسب دي على الـ على الـ على الكالكوليتر وخلاص، يعني ممكن احسب كل ده على الكالكوليتر والانسر اللي تطلع تبقى هي الاريا بتاعت الشيدد بارت. يبقى الشيدد بارت بجيب الاريا بتاع السيركل الكبيره ماينس الاريا بتاع السيركل الصغير. ده لما اكون عايز الاريا اوف شيدد بارت. اتمنى تكون ان شاء الله اتفاهم. فاهم مستر.